فيتفضل المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون إلقاء لكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاةٍ وألف سلامٍ عليه. أيتها المواطنات الفضليات، أيها المواطنون الأفاضل، سيدات والسادة الحضور الكرام، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أرى هذا أمة، لأنكم أمة مجتمعة هنا مع بعض، كبير صغير نساء رجال، كله يرمز إلى فئة من فئات المواطنين. أتذكر عظامة شعبنا وعظامة وطننا المفدى، وأبدأ بقول ما قاله شاعر الثورة مفدي زكريا رحمه الله. إن شاء الله. واذكر الجزائر، واذكر الجزائر وصغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين وركعا. ما نوجدش الكلمات اللي باش نعبر لكم عن الشكر لحضوركم المكثف هذا. أتمنى إن شاء الله فقط أن أكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. الثقة تاعكم غالية جدا وثقيلة جدا على الأكتاف. إذن إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. وسمحوا لي لكن من خلالكم نحيي أشقائنا أخواتنا وإخواننا في المهجر اللي بدأوا في التصويت واللي راهم ملتزمين مع الجزائر. نشوف اليوم الحمد لله الأمور تغيرت بالنسبة ل 2019، وما نزيش نرجع الوضع اللي كنا فيه في 2019، كلكم تعرفوه وذكرناها مرارا وتكرارا. أقول في كلمة واحدة: الحمد لله الذي نجانا وأغرق فرعون. الحمد لله اللي بلادنا اليوم بهذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه النيرة اليوم تجتمع مع بعض باش تحيي حدث جديد في تاريخ الجزائر. جيت أمامكم طالب ثقتكم بالنسبة لاستكمال المسار اللي بديناه مع بعض، وكان مسار رغم ضيق الوقت كان مسار الحمد لله حافل بالإيجابيات. ما درناش كل شيء صح، كمال لله، ولكن الخطوات اللي خطيناها خلت البلاد اليوم منعت من المؤامرة اللي كانت دايرينها لها.
مؤامرة دنيئة حضروها لبلادنا باش يقضيوا عليها نهائيا، لأن بلاد معقدتهم بأبنائها، معقدتهم بماضيها، معقدتهم بجهادها، معقدتهم بقوتها. ما عندهمش حل من غير يتآمروا على هذه البلاد باش يفجروها من الداخل، مثل ما هم يتآمروا منذ سنوات وسنوات وسنوات وسنوات. مع الأسف كانت في عصابة دخلت معهم في اللعب، سرقوا ثروات هذه البلاد تاع الشعب، بغاو يجوعوا الشعب. مسؤول في هذه البلاد يقول جوع كلبك باش يتبعك؟ بلاد خيرات، بلاد البترول، بلاد الغاز، بلاد الشبيبة، وتقول جوع كلبك؟ إذن ما نقولوش ما نقولوش عفى الله عما سلف، ما نسمحوا لهمش، وتكون لنا درس باش ما نطيحوش مرة أخرى في هذا الفخ. الشبيبة ثم الشبيبة، وما أدراك من شبيبة هذه البلاد. أكثر من 70% في البلاد شباب، وكلهم مثقفين. الجامعة الجزائرية اليوم راح تخرج 250,000 جامعي في العام، جامعيين موجودين في البلديات، في الولايات، في المجلس الشعبي الوطني، وفي مجلس الأمة، وموجودين على مستوى الحكومة. ونزيد ندعم الصفوف تاع الشباب، هذا الأساس تاع النجاح، هو أننا إذن حاولنا بقدر الاستطاعة، ورغم المؤامرات ورغم الدسائس ورغم العصابة ورغم كل ما كان يحاك في الظل ضد المسيرة الجديدة تاع البلاد، وصلنا الحمد لله إلى إعادة اللحمة بين الجزائريين والجزائريات، إعادة اللحمة بينهم وبين وطنهم. صوننا الكرامة نتاع الأغلبية، نتاع الطبقة الهشة اللي كانت مشات في الفعس، كل من ذي حق أخذ حقه، ناقص ولكن أخذ جزء من حقه. إذن راجعنا المرتبات، راجعنا العلاوات، راجعنا علاوة تقاعد، راجعنا كل ما هو كان بإمكاننا باش نراجعوه. وصلنا إلى رفع الأجور 47%، ونزيد نواصل إن شاء الله، نزيد نواصل في العهد الجاية. رفعنا الحد الأدنى للأجور ونزيد نواصل. والشباب نتاعنا اللي مازال ما وجدش فرصة عمل، درنا لهم علاوة البطالة ونرفعها إن شاء الله في العهدة هذه. وإحنا الدولة الوحيدة احنا الدولة الوحيدة من غير اوروبا الغربية اللي عندها هذه العلاوة. علاش؟ باش ما نخليش الشاب يمد يديه، حتى الوالديه ما يمدش يديه. كانوا ناس
يعني مش مائزين، ما عارفينش مستقبلهم، ما عارفينش كي يصرى ليهم، في أعمال مؤقتة، ما عارفش غدوة واش يكون. كل أدمجناهم ورسمناهم، عشرات الآلاف رسمناهم على كل المستويات، في الإدارة، في التعليم، في التعليم العالي. إذن حاولنا نخلق مناصب شغل مستعجلة حتى نخلي أبناءنا وبناتنا يكون لهم منصب شغل قار يعيشوا به ويبنوا به مستقبلهم. وفي المرحلة اللي فاتت خلقنا ما يفوق 250 ألف منصب شغل. الدخل القومي نتاعنا ارتفع، كنا في المؤخرة نتاع أفريقيا، اليوم اقتصادنا هو الثالث في أفريقيا. باعتراف كل الهيئات الدولية، لا بنك مونديال، لو اف ام اي، لا بنك افريكان، لا بنك اوروبيان، كل معترفين بالخطوات العملاقة اللي دارتها الجزائر في إطار التنمية، في مسار التنمية. ومازال نواصل، لأن في نص الطريق فقط أنا التزمت باش نوصلوا إن شاء الله المرتبة الثانية في إفريقيا، ولما لا أحسن، واش نوصل الدخل القومي تاعي إن شاء الله بكم وبقدرة إلهية وبمساعدة الجميع نوصل إلى 400 مليار دولار إن شاء الله. إذن كانت بعد ما خرجنا من كوفيد كانت الناس تتكهن باللي الجزائر تطيح، باللي الجزائر تمشي للاستدانة وتمشي تمددها وكذا، ولكن الحمد لله وبشهادة الخصم قبل الصديق كنا أكبر نسبة تنموية في البحر الأبيض المتوسط في إفريقيا، 4.1، بينما أوروبا كانت تدور في 1 أو أقل من 1. وهذا الشيء ما جاش لا بالشعارات ولا بالدسايس. الله يبارك فيك، الله يجازيك. الله يبارك فيكم. أنا قاعد التعب هذا إن شاء الله غير على بالكم. الشبيبة نتاعنا لازم تلقى بلاصتها في هذه البلاد. لما نتكلم على التنمية ونعطيكم أرقام. التنمية معناه نخلق مناصب شغل للشباب، معناه نعطي مرتبات للشباب. وراني نتعهد معاكم باللي نحاول، اللهم لكان قضاء وقدر، أننا التنمية تاعنا تقعد الدور حول 4% إن شاء الله، مدرة للثروة ومدرة لمناصب شغل إن شاء الله. كلمة ربما تهم الشباب تاعنا، أنا أتعهد أتعهد أمامكم أن في العهدة هذه لن نلت الثقة تاعكم نوصل إلى 450 ألف منصب شغل. سجلوا عندكم الرقم،
سجلوا عندكم الرقم ونتحاسب عليه. 450,000 منصب شوط. لازم نوصل إلى مشاريع استثمارية تفوق 20,000 مشروع استثماري. اليوم رانا في 8,900، باش نلحقها 20,000 إن شاء الله. 20,000 مشروع استثماري بالتسهيلات، بالعقار، بالسلفية نتاع البنوك وغيرها، نخلق ثروة في هذه البلاد ونخلق مناصب شغل ونخلي البلاد نتاعي تلتحق بالركب نتاع أوروبا الجنوبية إن شاء الله. الأرقام اللي عندنا اليوم لازم نراجع. راني جاي الجميع، راني جاي. باش نوصل لهذه الأرقام لازم نتجند أكثر، لازم ننتج أكثر. وأنا قررت مع إخوان الفلاحين نعطوهم كل المساعدات اللي يحتاجوها، ولكن ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله ما نستوردش قنطار قمح صلب. ننتج القمح الصلب نتاعي، رانا على وشك باش نوصلوا للاكتفاء الذاتي. إذن ونكسلر شوية ونوصلوا للاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، في الشعير، وفي الذرة المايس. هادو الاستيراد تاعهم يولي ممنوع، ننتجهم حنا. أنا نفضل نعطي المال الفلاحين تاعي وما نعطيش الأجانب، ما نعطيش الخارج. باش نوصل لهذه النتائج، اسمحوا لي دقيقة برك، غير دقيقة. باش نوصل لهذه النتائج لازم نوسع المساحات المسقية. المساحات المسقية متعاهدين باش نوسعها بالأقل 1,200,000 هكتار إضافي إن شاء الله. هذه كلها أرقام، ما هي لا شعر ولا نطر، هذه أرقام. إذن باش نوسع مساحات المسقية، وباش كذلك ننتج أغلب الشيء اللي نستهلكه. واليوم في هذه اللحظة اللي نتكلم فيها مع بعض، انطلق المشروع الضخم نتاع بلدنا في أضرار 3,500,000,000 دولار. اليوم انطلق المشروع اللي عندنا مع أشقائنا القطريين. إذن بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله نعاود نبدأ في رفع الأجور، نعاود نزيد نرفع العلاوات، نرفع القدرة الشرائية بتقوية الدينار الجزائري أولا. ثانيا برفع الأجور، ثالثاً بالتحكم في الأسعار وتقوية الإنتاج الوطني باش ما نستوردش. هذه كلها تسمح للمواطن اللي يخلص 3 ملايين 4 ملايين حقيقية، ما هيش وهمية، قدرة شرائية نحافظ عليها. نحافظ كذلك، نراجع كل ما يجري في الجامعات. ما نبقاش اليوم راكم تشوفوا الإخوان الطلبة، الوجبة الغذائية في الجامعة هي دينار و20 سنتيم.
هو ما راه ياكل كما يلزم، وحنا ما نخالصين كما يلزم. اذا نراجع مراجعه نهائيه لابورس تاع ليزيتيديون، ونرجع للحقائق. كل ما هو كان شيء اصطناعي، توازنات اصطناعيه، نرجعها توازنات طبيعيه ان شاء الله، حتى البلاد تخرج نهائيا من المأزق اللي دخلوا فيها هذه 20 سنة تقريبا. بالنسبة للناس وبالأخص الشباب، نلتزم معاكم باش في العهده هذه نبني 2 ملايين سكنه، 2 مليون لوجمون، حتى يوصل الشاب ان شاء الله لما ننتهي بالبرنامج نلقى المستفيدين العمر تاعهم ما يتجاوز 27 28 سنه. شباب، نراجع كل العلاوات اللي متعلقة بالمرأة المكيثة في البيت، وبالأخص الريفية، بالأخص المرأة الريفية. طبع الطفولة نتاعنا نحميها ونزيدها الحماية الكافية حتى يولوا يكبروا، يجي نشأ يعتز بلاده إن شاء الله. بالنسبة لأشقائنا المغتربة، راكم شفتوا ما درناش بزاف، ولكن رجعنا لهم الارتباط العضوي مع وطنهم الأم، واليوم راهم فخورين. أعطيناهم حق التقاعد في بلادهم هنا، بالنسبة للمربين أتعاهد معهم أن قبل نهاية هذه السنة هذه إن شاء الله نطوي ملف للستاتيو تاع المعلم نهائيا قبل نهاية السنة، وهما والسلك شبه الطبي نهائيا. كذلك نعمم على مستوى القرى والأرياف والمدن، تلميذ يولي يدرس بلا طابلت، ما بقاش ذاك المحفظة نتاع 10 كيلو هذيك اللي تعود يصدر. خلاص لازم في العهدة هذه نعممها باش الجيل اللي يطلع جيل من صغره يعرف الإلكترونيك ويعرف الرقمنة ويعرف. هذا هو الجيل الحقيقي لي غدوة إن شاء الله يعمر المدارس هذه، المدارس اللي ما هي موجودة إلا في الجزائر، المدرسة العليا للرياضيات، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، المدرسة العليا للروبوتيك، وعن قريب إن شاء الله المدرسة العليا للسيبرانية. هذه يعني تحصيل حاصل إن شاء الله. الجزائر تدخل في الرقمنة، تدخل في العصرية، وراكم شفتوا واش الشباب يدير الحمد لله. إذن نوصلوا لجزائر أخرى كلها شفافية، ضبابية تاع زمان نقضي عليها. بالنسبة إذن بالنسبة للضمان، الضمان الغذائي رانا تكلمنا عليه، الضمان المائي، احنا
الدولة الثانية من بعد دولة في الخليج اللي استثمرنا بهذه الكثافة في تحلية مياه البحر. ما سمعتش إن شاء الله صح إن شاء الله إن شاء الله. إذن كل المدن، أقول كل المدن تدرس مدينة بمدينة ونشوف الحل النهائي نتاعها باش هاد الندرة تاع الماء ما تبقاش. إذا كان لازم ندير تحويلات كبرى من الأماكن اللي فيها الماء ندير تحويلات للأماكن اللي ما فيهاش الماء. إذا كان حفريات آبار عميقة ندير الآبار العميقة. إذا كان تحلية مياه البحر ندير تحلية مياه البحر، ورانا بدينا في تحلية مياه البحر. أعتقد أن في نهاية السنة هذه مدينة بعض المدن منها العاصمة تنتهي مع الكابوس تاع الماء. درنا 5 محطات وباش ندشنهم إن شاء الله، إلا واصلت إلا سمحتوا لي باش نواصل ندشنهم قبل نهاية السنة. شكرا شكرا شكرا. باش نديروا عملية إن شاء الله، عملية وكل هذا الشيء كله يخلق فرص عمل. باش ندير عملية وحيدة من نوعها، ولا دولة دارتها لا كبيرة ولا صغيرة، باش نربط السدود مع بعضها بعض. عندنا مناطق تتساقط فيها الأمطار بكثرة وعندنا مناطق تتساقط فيها الأمطار بقلة. السدود اللي تكون عامرة عوض نطلقها في الأودية نمون بها السدود اللي ما عمرتش في أماكن أخرى. هذه داخلة في السياسة تاع ضمان الماء للمواطنين والمواطنات إن شاء الله. بالنسبة للملفات الكبرى، راني سبقت وقلتها لكم، قلتها في تندوف، قلتها في خنشلة، قلتها في جانت، ونزيد نقولها هنا. السنة هذه نبدأ معاكم مع كل من يهمهم الأمر وبالأخص تحت إشراف مجلس الأمة، نبدأ في إعادة التقسيم الإداري على الوطن. عندنا ولايات بحجم دولة أوروبية وما عندهاش المداخل، وعندنا ولايات صغيرة يعني عندها مداخل قوية، توزيع غير عادل وتقسيم غير عادل. إذا نعاون نقسم البلاد باش نخلق أكبر عدد ممكن من الولايات بصفة مدروسة، مش بصفة ديماغوجية لإرضاء فلان ولا فلتان ولا إرضاء على حساب. أنا مدبية التسيير الحسن يخلي الوالي يخدم مع 10 بلديات مش أكثر. ولاية نتاع 61 بلدية هذه ما منهاش، الوالي يخدم مباشرة مع رؤساء البلديات ويشوفوا شأن المواطنين والمواطنات في هذه البلديات. إذن نعاود نراجع قانون البلدية، قانون البلدية نراجعوا باش لما البلديات تسير من طرف الشباب تاعنا منتخب إن شاء الله على المستوى المحلي تكون عندهم الإمكانيات باش يسيروا أمور البلدية، ما يبقوش امتداد للإدارة، تكون تتمارس فيه نوع من الديمقراطية.
وكثير من القوانين، كثير من القوانين الأساسية، سمعوني غير سمعوني واش راني نقول، كثير من القوانين الأساسية لازم تتغير. علاش؟ فهموني واش راني نقول. اليوم رانا في 27 مليون جزائر، 47 مليون جزائري، من إلى 5 سنين إلى كتب ربي إن شاء الله وحافظ على هذه البلاد وحماها، نوصلوا ل 50 مليون جزائري. 50 مليون جزائري لازمها نظام آخر باش تمشي، ما نبقاش في النظام القديم اللي كنا نسيروا به بلاد تاع 19 مليون. إذن لازم نظرة استشرافية، كيفاش غدوة بلادنا لما توصل كثافة السكانية تاعها مثل كثافة السكانية تاع بعض الدول الأوروبية اللي مقابلتنا في البحر الأبيض المتوسط، نكون وصلنا لتنظيم متقن اللي يخلي الأمور ما تخلقش أزمات، تصير بسلاسة. من دروك من دروك لازم نخمم فيها ونبدأ في تغيير القوانين تاعنا، مثل ما فعلنا في الاقتصاد يكون في التنظيم ويكون في تسيير أمور المواطن. أنا تكلمت على الجامعة، تكلمت على الجامعة، الجامعة هي القلب النابض نتاع هذه البلاد هذه. إذن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نزيد نواصل. لازم نتجند ابتداء من هذه السنة كل المسؤولين الرياضيين، كل المسؤولين في التربية، لازم التربية البدنية على مستوى المدارس الابتدائية تصبح حقيقة. النخبة تبدأ من ثم، من التربية الرياضة المدرسية إلى الرياضة الجامعية إلى النخبة الوطنية. هذا هو الهرم كيفاش يتبنى. ما ناخذش أنا بالتحكار اللي عنده موهبة وفقت به نمشي نديه باش ننمي الموهبة تاعو، لا، نبنيها على أسس علمية. وممكن جدا. الله يبارك فيك. صحيت. صحيتو صحيتو. إذن القوانين الأساسية تاع البلاد نراجعها، ونراجعها بالطبع يعني مش بصفة هكا يعني عشوائية، ولا نراجعها بالناس اللي يهمهم الأمر، بالأحزاب، بالجمعيات، بالمجتمع المدني، بالناس اللي عندهم دراية بالموضوع. كل هالشيء خلينا نصبحوا صايبين في مراجعة القوانين تاعنا إن شاء الله. هذا الشيء ما يخليناش ننسى أشقائنا في فلسطين. ندافع ونزيد ندافع حتى فلسطين تصبح عضو كامل في الأمم المتحدة إن شاء الله. إذن مهما كان تعاليق نتاع فلان ولا فلان ولا الأبواق نتاع العملاء، أنا ما نتخلاش على فلسطين وما نتخلاش على غزة، وقلتها ونزيد نكررها، مجرد ما تتاح لنا الفرصة نعاود بناء غزة إن شاء الله، نشارك في إعادة إعمار غزة. وما ننساش الضفة الغربية اليوم اللي راها اليوم تعاني بنفس المصير اللي عانت به غزة، التقتيل والتهدام غير مقبول. هذا لازم الناس
اللي راهم وراء هاد المذابح وهاد التصفية الجسدية تاع الفلسطينيين يفوتوا للمحاكم. نفس الشيء بالنسبة أشقائنا في الصحراء الغربية. الصحراء الغربية لازم الاستفتاء ويقرروا مصيرهم، ولا واحد يقررها في بلاصتهم وما نتخلاش عليهم. بالطبع بالنسبة للدبلوماسية تاعنا، راكم شفتوا الدبلوماسية تاعنا استرجعت قوتها، أصبحنا نشارك في القرار، صبحوا الكبار يشاورونا قبل ما ياخذوا قرارات، ونزيد نواصل باش إن شاء الله يكون فيه مراجعة هيكلية لمجلس الأمن الأممي. لازم افريقيا تدي المناصب تاعها دائمة العضوية. نراجع كذلك كل وثائق تاع الجامعة العربية. الجامعة العربية تخلقت في 1928 إلى يومنا هذا باقية بنفس التصرفات. العالم كله تغير وإحنا باقيين جامعة، ما هيش لا جمعية ولا كذا. إذن لازم مراجعة باش ندخلوا في العصرانة، ندخلوا في العصرانة تاع. بالنسبة للدفاع قيمة الدينار ما كنتش تسمع فيها، أنا قلتها قبيلة كاع فاتك. بالنسبة للدفاع نتاعنا، بالنسبة للدفاع عن حرمة بلادنا، عن حدود بلادنا، لازم نقويه، لازم نقوي. والناس غالطين، الجيش لما تشوفوا الخطوات العملاقة اللي دارها في العصرنا، اليوم المؤسسة تاع الجيش عصرية جدا وتجاوزت في بعض الأحيان بعض التنظيمات الأوروبية. ناس كثير اللي يعرفوش باللي باش تدخل الكلية الحربية ولا تدخل المدارس مختصة طيران وغيرها لازمك شهادات جامعية، قاش البكالوريا. باش تدخل الأكاديمية تاع شيرشال لازمك ليسانس ولا الماستر. إذن التكوين تاع الجيش اليوم تكوين عصري، ماهوش تكوين تاع الجيش هذه 30 سنة ولا هذا. الجيش دخل في العصرنا ودخل في بروفيسيوناليزم مهنية، ونزيد نقويه الجيش، لأن احنا مستهدفين ولازم كل جزائري يفهمها. واحد ينبش فينا منا والاخر ينبش فينا منا والاخر ينبش منا، لازم نكونوا اقوياء بشعبنا دابور بجيشنا من بعد، اننا ندافع على حرمة بلادنا وندافع على كلمتنا. رانا داخلين بالنسبة للجيش، رانا داخلين في صناعة عصرية، وراه كثير من الأمور تاع الدفاع أنا نصنعها وحدنا. ما ندخلش في التفاصيل، ولكن الدفاع نتاعنا احنا أولى به إن شاء الله. إذن إخواني أخواتي، السادة
حضور كرام، شاكر لكم هذه الكثافة في الحضور، شاكر لكم التجاوب تاعكم، ونعطوا لبعضنا بعض موعد إن شاء الله 7 سبتمبر، كبير وصغير، امرأة وراجل إن شاء الله. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر حرة أبية منتصرة. الجزائر منتصرة إن شاء الله، منتصرة على أعدائها ومنتصرة على كل نكبات إن شاء الله. الله يجزيكم خير، قال خير، وموعدنا إن شاء الله في 7 سبتمبر. السلام عليكم.